من المتوقع أن تشهد بعض المناطق وبخاصة المناطق الغربية من دولة الكويت حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار المحمول، وقد تصل الرؤية إلى أقل من 1000 متر، ويأتي ذلك إثر تعرض مناطق في شمال وغرب المملكة العربية السعودية والعراق لحالة من عدم الاستقرار الجوي إثر موجة من الغبار اجتاحت تلك المناطق.